تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم اليوم الذي نناقش في أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. قناة أبو ظبي الرياضية توضح موقفها من خبر مراقبة الدوري السعودي. بروسبورت الرومانية تؤكد مطالبة إدارة الهلال لريجي كامب بحل تدني المستوى الفني لنيفيز والشمراني. الإكوادوري ولا يصل الرياض، وإدارة النصر تعير فتيني للخليج. بعد فراغه من المهمة الآسيوية، فهد المرداسي لكرة: اسألوا لجنة الحكام لماذا لم يستقبلونني. هذه عناوين الحلقة. اسمحوا لي في البداية نرحب بضيفينا معنا في الاستوديو، محمد الغامدي مدير التحرير بصحيفة العكاظ، اهلا وسهلا فيك. حياك الله تركي، تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. اهلا وسهلا. ومعنا من جدة عبد الله فلاتة رئيس القسم الرياضي بصحيفة المدينة، كيفك؟ اهلا وسهلا استاذ تركي، امسي عليك وعلى السادة المشاهدين جميعا والاستاذ محمد. اهلا وسهلا. تسمع صوتي زين؟ يحتاج نعلي شوي يعني. علونا الصوت يا شباب. علونا الصوت عشان محمد ما يزعل علينا في الفاصل زي كل مرة. طيب خلينا نبدأ بالمواضيع اللي معانا في الحلقة. عبد الله، يعني أنا أول ما أشوفك أتذكر محمد نور، وخلينا نبدأ مع محمد نور. إيش آخر أخبار خلينا نقول الخلاف اللي مع المدرب بتوركا، والأحاديث اللي يعني تنتشر حول الكابتن محمد نور إنه يعتزل يروح لنادي ثاني؟ حطنا في الصورة. هو اليوم إدارة نادي الاتحاد أعلنت في بيان رسمي من المركز الإعلامي إنه نور ابتداء من يوم الثلاثاء هينتظم في تدريبات من خلال برنامجه وزميله حمد المنتشري، بمعنى إنه إدارة الاتحاد وضعت حد لذا الموضوع، لا سيما إنه الفترة الماضية اللي بالنسبة لنور يعني كان الوضع فيها الصراحة بكل أمانة وغير احترافي. يعني لاعب إذا فيه هي مشكلة ولا فيه خلاف، في تطبيق نظام احتراف على كافة الجوانب. أنا وجهة نظري، أنا شايف جماهير الاتحاد قاعدة تتابع ردات الفعل، الصراحة كنت حريص إني أتابع ردات الفعل لجماهير نادي الاتحاد، لأن هم صناع القرار، هم نعاد نور وطبعا برغبة الإدارة طبعا أؤكد. لكن وجهة نظري إنه قرار الإدارة الاتحادية اليوم يعني كان يحتاج توضيحات أكثر، كان يحتاج يعني تفاعل أكبر، لا سيما إحنا نشهد في المملكة هذه الأيام عفو شامل عن كافة الرياضيين حتى المشطوبين، فما بالك في مشكلة يعني ضخمت وأعطت أكثر من حجمها وأكثر من حقها، في مخالفة في نظام احتراف يطبق على نور ولا غيره، اللاعبين سواسية أمام القانون وأمام النظام. كنت أتمنى كده. طيب إيش اللي صار مع محمد نور؟ عبد الله أنت قريب من محمد، إيش اللي صار مع محمد نور؟ هل بالفعل الرجل ما كان يحضر التمرين أو تغيب عن التمرين؟ يعني وفي أحاديث كانت تقول إنه خلاف وبينه وبين المدرب وصوات عالية، أنت حطنا في الحقيقة كاملة. بالنسبة لحضور نور التدريبات، حتى كان في كتابات من ناس مقربين من الفريق الاتحادي وتأكيدات إنه الرجل على أعلى درجة من الانضباط مع الفريق طوال الفترة الماضية، هو استأذن وتأخر ساعتين، هذا اللي حصل يعني بكل ما تعني الكلمة خلال المعسكر. إنما المدرب إنه سار بينهم تعالي أصوات، لا إطلاقا، ما سار بين الكابتن نور والمدرب تركا تعالي أصوات. كل ما حدث المدرب اتخذ قرار بعودتهم. وأنا وجهة نظري أكبر عقوبة تعاقب نور لاعب بحجم نور ومكانته كقائد الفريق إنك عدته منه، كان يفترض من يوم وصل نور إلى جدة ومع الكابتن حمد المنتشري ينخرطوا في برنامج ويعودوا للفريق. لا سيما يا أستاذ تركي لو جينا نحسبها بالأرقام، 7 مباريات للفريق الاتحادي، محمد نور لاعب أساسي 21 نقطة، يعني له دور إيجابي في نتائج الاتحاد. أول مباراة لعب فيها نور احتياطي أمام النصر خسرها الاتحاد. حتى بالنسبة للمدرب بوتركا يعني انضباط وإلى آخره، كلنا نحب الانضباط، كلنا نحب النظام، كلنا نتفاعل مع النظام، بس بوتركا ركز في الملعب، ترى وضع فريق الاتحاد بالنقاط وبالأرقام سيء. انت لاعب الان 5 مباريات تحت اشرافك حققت نقطتين فقط واهدرت 13 نقطه، من ضمن الخسائر اللي خسرها الفريق الاتحادي امام هجر والتعاون، مو انتقاص للفريقين،
لما نقول يعني هو ما خسر لا من النصر او الاهلي او الشباب او الهلال، انا ارتبهم حسب وضعهم في الدوري. فيعني مؤشر جدا خطير انك نقطتين من اصل 5 مباريات في فريق كان من 7 مباريات محقق 21 نقطة، من نسبة 100% انخسفوا الارض الى نسبة 10%. كيف كان تعامل ادارة الاتحاد مع بداية المشكلة عبد الله؟ كيف كان تعامل ادارة الاتحاد؟ يعني المعلومات اللي كانت يعني عندنا انه محمد نور يعني اليوم من خلال البحث على في القضية انه محمد نور كان مستاء جدا من تعامل الادارة مع الخلاف بينه وبين المدرب. والله إدارة نادي الاتحاد كان يفترض الصراحة إنها تبادر بحل الموضوع وتتفاعل الموضوع بشكل أكبر. لا أنا ما أسأل على أنا ما أسأل على كبير. على اللي المفروض كان يكون أوكي، أنا بسأل عن اللي نور كان زعلان ولا لا من ردة فعل الإدارة؟ أي. طبيعي زعلان، بالتأكيد إنه يكون زعلان من ردة الفعل اللي حصلت معه، زعلان وزعلان يعني أوكي. أنا ممكن ارتكبت مخالفة، في نظام عاقبني، أنا ما بدي أقول إنه نور والإرث التاريخي له ومع الاتحاد وإلى آخره، لا، أنا بس أطالب أي لاعب ارتكب مخالفة يجب إنه يكون في نظام حاضر يطبق. المدرب مهما على شأنه، مهما قلنا مدرب كبير، لو إنه أنا يعني أحب أفند المدرب الكبير على أرض الملعب أكثر من السي في، يعني في نظام لازم المدرب يحترمه. المدرب واللاعب قبل المدرب طبيعي انه يحترمه، كل واحد يعرف واجباته الا له ولا عليه، وهذا اللي حيتم في حالة المخالفة. في مخالفة في نظام، في تكييف للمخالفة، في مادة تطبق، انتهى الموضوع. انما الطريقة اللي حصلت طوال الفترة الماضية والله ما تليك ولا بلاعب صغير، مو لاعب كبير بحجم محمد نور، كلنا خطاؤون وكل الناس ممكن تخطأ وممكن يتصدر تصرف ناهيك، ترى يعني العملية الرجل خرج مستأذن أتأخر، وهذه بتحصل، وعدد الساعة لا سيما فريق الاتحاد ترى عايش مدار الأيام في معسكرات، المشاكل متتالية داخل الفريق، طبيعي بتصير مشاكل، ما هي قضية. طبق النظام على نور وعلى غيره يمشي الموضوع. طب أنت لكن تعتقد اليوم أن الإدارة الاتحادية حلت المشكلة لأنه في حاجة فنية لمحمد نور ولأنه هذا هو المنطق، ولا بسبب ضغط الجماهير؟ شوف أي حاجة في نادي الاتحاد الجماهير رقم واحد فيها، دورها رقم واحد، بس المنطق حضر إنه يجب إنه تحل، بس برضو القرار أنا لي تحفظ على القرار إنه لسه فيه لاحقا. أنا تمنيت إنه مشكلة أخذت أكثر من حجمها وضخمت، إنه الإدارة الاتحادية وهي تعلن اليوم إنه انخراط اللاعب في البرنامج، تعلن إنه اللاعب حينضم للتدريبات تلقائيا. أتمنى هذا، ما أتمنى أنه لسه اللاعب حيقعد وينتظر، ترى أنت بتتعامل مع لاعب كبير له مكانته له قيمته أسطورتك في نادي الاتحاد، المدرب مناط يعني مناط بالدرجة الأولى أنه يقدر هذه الأمور، أتمنى ذلك، أتمنى من إدارة نادي الاتحاد أنه يكون لها دور أكثر محاسبة مع المدرب بوتركا، مو على موضوع نور، حتى على نتائج الفريق. شو مباراة الهلال في كأس ولي العهد؟ المدرب انت تقول هالكلام علشان مباراة. يعني علشان اللي صار مع محمد نور يعني بتحاولون تاخذون مثلا نتائج الفريق كنقطة ضعف ضد بيتوركا؟ لا 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 اطلاقا ما اخذ نتائج الفريق ضد بوتوركا، بس نحن كواقع لما نجي نحاسب المدرب ننظر له بنظرة شاملة. موضوع نور انتهينا منه، طيب موضوع ايتو، الاتحاد كان على قاب قوسين او ادنى انه يوقع مع المحترف صامويل إيتو، المدرب قال له شروطه إنه لابد يجي إيتو واجتمع مع إيتو وأقول له إيش عندي وإيش ما عندي وإلى آخره. هل يعقل لاعب كبير بإمكانيات صامويل إيتو يجي ويجتمع ولسه حتقرر ولا ما تقرر؟ الآن الاتحاد احتياجه الأكبر، أنا أتكلم كاتحاد كنادي الاتحاد، إيش يحتاج نادي الاتحاد؟ أنا نفسي أخرج من موضوع نور، أبا أخرج من موضوع نور، عشان موضوع نور دائما يسجل على عبد الله فلاته بطريقة أو بأخرى. لاعب زي إيتو كان إضافة فنية، احتياج الاتحاد الأول رأس حربة، كان يفترض إنه نادي الاتحاد الآن ماركينه مستمر. طيب للآن الاتحاد ما حل المشكلة الأساسية في إيجاد رأس حربة للفريق، سام مارتن لاعب صانع ألعاب ولا كمان بعض الأحيان بيتحول شكله في الأرض الملعب كأنه محور، والمدافع اللي حضر وسيف واستمرار ماركينه، طيب رأس الحربة ما انحلت المشكلة. هذه مشاكل نادي الاتحاد يجب أن تحل. إدارة نادي الاتحاد مع كامل احترامي وتقديري ترى عشان أكون منصف،
بتعمل عمل كبير، بتحقق نجاحات على كافة الأصعدة، بتكسب قضايا في الفيفا بصمت وبهدوء وبتحل قضايا في الفيفا. لكن مع بوتيركا يجب أن بوتيركا في النهاية مدرب، أنا أحب الفلسفة الأمريكية في التعامل، اللي منحني راتب يحاسبني. إدارة نادي الاتحاد بوتيركا ما تطلق يده على الإطلاق بالنسبة لأوضاع الفريق، حتى توقيعات المحترفين إحنا تابعنا هو اللي وقعها في رومانيا مع اللاعبين. أتمنى أنه هو يحدد الاحتياج والإدارة من تجربة اللاعبين. طيب. أنا أتمنى ده الشكل بشكل عام. خلينا ناخذ رأي محمد في الموضوع، ايش رايك في اللي صار مع محمد نور؟ والله اللي صار من نور ومن المدرب ومن الإدارة ومن الجماهير. تركي دائما المبدعين، يعني كثير منهم متمردين. محمد نور من النجوم البارزة بلا شك، لكن هي ليست المرة الأولى التي يقوم المدرب بإبعاد محمد نور. يمكن المعسكر الأول حصل منه هذا الجانب، لكن في المقابل الجانب الإداري أنا أشعر أنه كأنه أعطى كل الصلاحيات للمدرب، وهذه قد تكون في يعني وضعنا غير مناسبة، بدليل إبعاده كان في وضع المدرب وعودته ما كانت في اختيار المدرب، بدليل أنه منصور بلوي صرح قبل أيام أنه محمد نور أصبح غير مرغوب فيه من المدرب والآن هو يعود. هذا تأكيد على أن في خلل إما إداري أو تدريبي في عملية بقاء اللاعبين من عدمهم. بلا شك أن محمد نور في الفترة الحالية والقادمة هو أحد المطالب البارزة للاتحاد في ظل وجود عناصر شابة، لكن أنا أرى أنه بالفعل أتفق مع عبد الله في بعض الجوانب اللي هي تكمن في أنه المدرب بالفعل نتائجه إلى الآن غير مرضية. يعني أعطي كل الصلاحيات وأعطي كل الوقت لأن يقدم شيء للاتحاد، سواء معسكرات أو اختيارات لاعبين. تعتقد أنت لو نتائج المدرب كانت جيدة وأخذ مثل هالقرار مع محمد نور بتكون ردة الفعل أقل؟ بلا شك حيمضي في القرار؟ جدا. أنا أعتقد أنه دائما النتائج يا تركي يعني تقوي النادي، تقوي رئيس النادي والإدارة والمدرب. اليوم هم كانوا خلينا نقول في مواجهة مع الجماهير، وبالتالي قالوا صحيح خلينا نريح راسنا من القصة. صحيح، هذا واضح بدليل مثل ما قلت لك أنه آراء الإدارة كانت يعني مبتعدة ولا تريد أن تتحدث عن هذا الموضوع، والآن يبدو أنه في لحلحة في الموضوع في عودة محمد نور للتدريبات. لكن برضو محمد نور أنت قدوة، أنت قدوة لكافة العناصر اللي في الاتحاد خاصة الشبابية. يعني ساعتين في معسكر طويل. أنا ضد القرار الإبعاد المطلق بلا شك. عبد الله قال كلمة صحيحة أنه الإبعاد مع بقائه طوال، يعني أنت تخيل الآن حيبدأ من يوم الثلاثاء في التدريبات. طيب كل الفترة الماضية الآن هو غاب، إذن استنزف لياقيا وأصبح لابد من برنامج لياقي وفني حتى يعود ثاني مرة إلى وضعه الطبيعي ويساير لاعبين الفريق. هذا يعني خلل في الفريق وسبب مشكلة للفريق بأنه مش حتستفيد لا من محمد نور ولا من منتشري. أنا أتفق مع من يطالب بأن تكون العقوبات دائما مالية في ظل لاعب احترافي، لا تعاقب النادي أكثر من معاقبة اللاعب. بغياب محمد نور والمنتشري أنت عاقبت النادي أكثر مما عاقبت محمد نور والمنتشري. أنا أطالب أي نادي أن يكون عقابه برواتبه، ولكن بمقابل يشعر اللاعب أنه بالفعل شعر بندم وأصبح المقابل المادي الذي خصم منه يعني يوازي تلك العقوبة، وبالتالي لن يعود للمرة الثانية في مثل هذه الأخطاء. عبد الله اليوم نور يحرج نفسه بمثل هالتصرفات ولا الإدارة أحرجت نفسها بالتصريح؟ والله مو حكاية نور يحرج نفسه ولا الإدارة أحرجت نفسها، هو المشكلة أنه نحن أصبح عندنا يعني في حاجة في الإرشيف أو حاجة يعني زي إنه إيش ترى هذا اللاعب لو اتخذ معه أي قرار ترى فيه إرشيف يعني، وكثير حيقولوا ما هي جديدة منه. أكثر من مخالفة سارت داخل الفريق الاتحادي تم تطبيق عليها النظام، إلا حالة نور في المرتين التأخير التدريبات الأولى، لو شفت أول ما جاء المدرب كان فيها إبعاد، والآن دي المرة كان فيها إبعاد، يبرر المرة الثانية طيب الأولى كان فيها إبعاد أيضا. ليش مع نور بيتم هذا التعامل؟ هل حيحاسب نور في أي تصرف يتصرفه؟ ترى أنت قبل كده استبعد، طيب حاسبه على نجاحاته وعلى تميزه مع نادي الاتحاد. وفي كل الأحوال يجب أن ينظر الموضوع بشكل موضوعي. شوف
المدرب مناط انه يطبق انظمه الاحتراف نور ولا غيره. عقوبه زي ما تفضل الزميل محمد هي غرامات ماليه موجوده، اما انه استغناء واللي حصل في الفتره الماضيه صراحه امر ما كان مقبول حقيقه. نادي كبير بحجم نادي الاتحاد ويكون في القرار يطلع بشكل غير احترافي، لا مو مقبول من نادي الاتحاد، مو مقبول من اداره نادي الاتحاد. لا انا اكثر من جانب اليوم في موضوع القرار اللي صدر تجاه محمد نور، لو لاعب ثاني غير محمد نور ايش ممكن يكون تعليق عبد الله فلات؟ والله يا استاذ تركي ما حيختلف تماما، بس نظرة الناس دائما غير موضوعية، تنظر لك علشان نور. لا انا دائما اتكلم برقة القانون، هذا تخصصي وهذا مجالي، ولا دائما احرص انه يكون حاضر في اي مخالفة. ما في لا مخالفة الا بنص ولا عقوبة الا بنص، هذا هو الواقع الاحترافي في كرة القدم. عصر الهواء انتهى. انا بترك اقول لك لو كان هو في استو بخرست ما يتعامل كده، حيتعامل تعامل احترافي، حيطبق لائحة على اللاعب. احنا انا بس يعني عندي وجهة نظر انه موضوع نور للأسف نور لا زال يدفع ضريبة احداث سابقة، ولا ما كان لاعب زي نور ان قال له مع السلامة استبعدتك. لا يمكن. انا اتكلم عن المرة الاولى اللي تأخر من التدريب 4 دقائق، قالوا 3 تدريبات متتالية. انا عايش قريب من نادي الاتحاد واعرف المخالفات اللي ترتكب واعرف العقوبات اللي بتصير، ما عندي يعني ما عندي رغبة اني اكون في حالة صدام مع احد، لكن كلها بيتم التعامل معها بخصميات ماليه. اشمعنى دي الحاله ما يتم معها التعامل بخصميات ماليه؟ اذا نور حيرجع اليوم انا اكد عليها، اذا حيرجع وحيتم التعامل معها برضه بطريقه اي خطا مع السلامه، والله اولى انه ما يرجع، والله حفاظا على تاريخه وعلى مكانته وتاريخ نادي الاتحاد كنادي قبل كل شيء، يعني نادي كبير ونادي نادي رائد عميد الانديه السعوديه. مسألة إنه كل ما حترتكب أنت خطأ هذا اسمه تربص، هذا اسمه تصيد، هذا اسمه اختلاق للمشاكل باستمرار وتضخيمها. محمد شهادة للتاريخ، محمد نور في الموسم المنصرم كان في فريق النصر، كان قمة في الانضباط في المتابعة في الإخلاص في رفع روح المعنوية للاعبين، وهذه حقيقة وأنا قريب من المشهد النصراوي. الرجل كان من أكثر اللاعبين انتظاما في التدريبات، متابع رغم تواجده أو تواجد عائلته في جدة، لكنه في التدريبات وفي التمارين بل حتى في مباريات شعرت بأنه كان ابن النادي من خلال مباراة يمكن أقيمت مع الأهلي عندما طرد حارس المرمى عبد الله الشمري في اللحظات الأولى تم إخراج اللاعب، كان متواجد في دكة الاحتياط وهو يشحذ همم اللاعبين. هذا تأكيدا أن محمد نور في هذاك الموسم أو في الموسم الماضي كان بالفعل انضباطي وقريب من الفريق، وهذه شهادة أنا يعني أعرفها من كثير من القريبين من نادي النصر. طيب قبل ما نروح للفاصل، اليوم انطلقت قناة العرب الإخبارية في بثها الأول وتركت الحقيقة ردود فعل مميزة من خلال البرامج والمذيعين اللي انطلقوا مع هذه القناة الجديدة في ساحة الإعلام العربي الإخباري. برنامج كورة يعرض لكم مقتطفات من اللي صار اليوم. أهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من قناة العرب. اليوم الأول من فبراير وفي تمام الساعة 4 عصرا انطلقت قناة العرب الإخبارية في أول بث مباشر لها من مملكة البحرين. المذيع الأردني الشهير طارق العاص كان أول وجه يظهر على القناة الإخبارية عبر نشرة أخبار الرابعة. قناة العرب الإخبارية والتي يملكها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ورجل الأعمال السعودي، كانت قد أطلقت البارحة موقعها الإلكتروني قبل أن تنطلق اليوم في بثها المباشر. العرب، القصة التي تهمك. أهلا
ألف مبروك للإعلام خروج اليوم قناة العرب، وألف مبروك للزملاء في قناة العرب في بثهم الأول في الساحة الإعلامية. محمد، يعني واضح بداية القناة أولا نهني أنفسنا على خروج قناة سعودية في الفضاء الخارجي، وبلا شك بإذن الله تكون إضافة للمهنية والحرفية السعودية أولا ثم العربية لتقديم مادة إخبارية تتناول كافة شؤون وشجون الوطن العربي. أنا أعتقد أنها بتكون منافسة، والمستفيد الأكبر بلا شك المشاهد. نروح الفاصل، وبعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في الوطن. قناة أبو ظبي الرياضية توضح موقفها من خبر مراقبة الدور السعودي. بروسبورت الرومانية تؤكد مطالبة إدارة الهلال لريجي كامب بحل تدني المستوى الفني لنيفيز والشمراني. الإكوادوري ولا يصل الرياض، وإدارة النصر تعير فتيني للخليج. بعد فراغه من المهمة الآسيوية، فهد المرداسي لكرة: اسألوا لجنة الحكام لماذا لم يستقبلونني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمر وتنفذ في المملكة العربية السعودية محمد الغامدي وعبد الله فلاتة، هم ضيفا حلقة الليلة. نشوف أخبار شو. أكدت قناة أبو ظبي الرياضية عبر حسابها في تويتر بأن التغريدات المتعلقة بمراقبة الدوري السعودي جاءت استنادا إلى خبر نشر في صحيفة الاقتصادية، وتؤكد قناة أبو ظبي الرياضية على ثقتها الكاملة في نظام وتنظيم الدوري السعودي ومتانة مساره، مما يجعله دائما واحدا ضمن أقوى الدوريات الآسيوية. كما تؤكد أبو ظبي الرياضية بأن العلاقة بينها وبين منظومة الكرة السعودية مبنية على الاحترام المتبادل والثقة، ولن يؤثر فيها أبدا أي خبر مغرض. أكدت الصحافة الرومانية أن إدارة نادي الهلال ناقشت مدرب الفريق الروماني ريجي كامب على النتائج الغير مرضية لجمهور الهلال في الآونة الأخيرة، إضافة إلى تدني مستوى اللاعب البرازيلي تياغو نيفيز وناصر الشمراني، وحول مقدرة الجهاز الفني على التواصل معهما بشكل جيد. وفي ذات السياق كشفت الأشعة التي أجراها اللاعب يوسف السالم عن وجود إصابة له في غضروف الركبة، ويحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لعشرة أيام. التقى الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر في ميران اليوم الأحد بالجهازين الفني والإداري واللاعبين لمناقشة استعدادات الفريق للفترة القادمة قبل مواجهة نجران الخميس المقبل دوريا. وفي جانب آخر، وافقت إدارة النصر رسميا على إعارة اللاعب أيمن فتيني للخليج حتى نهاية الموسم. جاء ذلك بحضور نائب رئيس نادي الخليج نزيه النصر الذي تواجد اليوم في ميران فريق النصر. وقعت إدارة نادي العروبة مع لاعب الوسط اللبناني خضر سلامي لمدة موسم ونصف الموسم، الحاصل على جائزة أفضل محترف الموسم الماضي في الدوري العراقي، وسبق وأن خاض تجربة مع أندية في الدوري الفرنسي. أنهت إدارة نادي الشعلة أول صفقات اللاعبين الأجانب، وذلك بعد توقيع المهاجم الصربي بويان بوزيفيتش عقده الاحترافي والذي يمتد حتى نهاية الموسم، وسبق أن مثل عددا من الأندية الصربية وكانت حصيلته التهديفية في العام الماضي 14 هدفا. أودعت إدارة نادي التعاون اليوم راتب شهر نوفمبر في حسابات لاعبي الفريق الأول والأجهزة الفنية والإدارية، كما وصل الفريق الأول لسلطنة عمان استعدادا لمواجهة السويق العماني يوم الثلاثاء القادم في افتتاحية البطولة الخليجية للأندية.
طيب هذه أخبار شوت. أبو ظبي الرياضية توضح موقفها من خبر مراقبة الدوري السعودي. محمد، يعني هي طبعا الآن الإشارة اللي ذكرتها أنها استندت على الاقتصادية، يعني أوضح الأمور بشكل عام. أنا بصراحة من المتابعين والمعجبين بقناة أبو ظبي، وأبو ظبي من القنوات المهنية واللي تمارس عمل بصراحة منذ سنوات، وهي تمارس عمل إيجابي للإعلام الرياضي الخليجي والعربي. وأنا أعتقد مثل هذا الخبر أو هذه التغريدة يعني لابد أن لا نحملها أكبر من وضعها، خصوصا بعد إشارة وتوضيح قناة أبو ظبي في هذا الموضوع. عبد الله. والله أخويا تركي أنا تابعت البرنامج كان عندك قبل يومين، أتحدثت عن الموضوع ده بإسهاب واعتذار قناة أبو ظبي، ترى مو مجاملة لك حقيقة، يسجل لبرنامجك لأن الموضوع كان خطير الصراحة. كان يتحدث عن موضوع فساد في الكرة السعودية، تلاعب بالنتائج، الموضوع ما كان سهل حقيقة. وقناة أبو ظبي قناة بالفعل أتفق مع الأستاذ محمد، قناة رائدة وقناة احترافية ومهنية، لكن يسجل البرنامج تحبيره على الموضوع ووضع المشاهد أمام الصورة بشكل كبير، وكان ردة فعل من قناة أبو ظبي. نحن نقدر قناة أبو ظبي ونحترمها كقناة متميزة طبعاً. وأتمنى أن الموضوع انتهي إلى هذا الحد، لأن الموضوع يعني ما كان ممكن أنه يمرر مرور الكرام. لو ما كانت قناة يعني محترمة وقوية ما كان الواحد توقف عند مثل المعلومة، لو أنها أي قناة تقول أي كلام كان واحد مهتم، لكن قناة أبو ظبي لما تتكلم الواحد لازم يتوقف ويحسب بصراحة، الواحد لازم يكون منطقي وكذا ومنصف. قناة أبو ظبي ما كابرت ولا يعني بالعكس بالفعل. وتكلمت حتى عن الدوري السعودي كلام مميز ولطيف. إدارة الهلال هو الواثق من نفسه، لو تسمح لي أستاذ تركي. طبعا هو اللي يتكلم بدي اللغة اللي تكلمت بها قناة أبو ظبي، قناة ناجحة صراحة من خلال ثقتها بنفسها. وبمناسبة قناة العرب برضو أنا حاب أعلق على قناة العرب. تفضل. إحنا في أمس الحاجة الآن لقناة حقيقة تقدم لنا المعلومة الصحيحة في ظل ما يثار بالفضاء، خاصة يعني أخبار مغلوطة حولنا علينا بشكل أو بآخر. إحنا نحتاج قناة تكون صادرة وتقدم للمواطن السعودي عموما، المواطن العربي عموما، الخبر الصادق، الخبر المهني، العمل باحترافية. فبالتأكيد إحنا سعداء بقناة العرب وسعداء بتنافسها، ونتمنى ونتوقع لها النجاح الكبير. طيب سألون إن شاء الله وننتظر، هذا اللي ننتظر إن شاء الله من قناة العرب. الإدارة الهلال تطالب رجي كان بحل تدني مستوى نيفز والشمراني، وكان في حديث أنه يقال ما يقال، وبعدين طلعت أحاديث أخرى أنه لا الإبقاء على رجي كان. كيف شايف الضغوط اليوم على هذا المدرب؟ لا الضغوط مش على المدرب فقط، الضغوط حتى على الإدارة. يعني تركي إذا كان الحديث سابقا على الاتحاد، فالوضع الاتحادي صحيح أنه قد يكون نتائجيا وفي البطولات غير جيد، لكن أيضا الهلال يعيش في دوامة. الدوامة خلقت من أولا لا زال فيه اختلاف في الرؤى الفنية والإدارية في قضية اللاعبين الأجانب. إذا أخذت أنت اللاعبين الأجانب الآن، إلى الآن لم يصدر أي قرار رسمي يوضح من اللاعب الرابع الذي سيتم إلغاء عقده، وهذا خلل حقيقة إداري وتدريبي، بدليل أنه يعني الآن لم يتبقى إلا أسبوع واللاعب الأسترالي الجنسية اليوناني الأصل سيحضر، ولكن الأمور غير واضحة. ضغوط جماهيرية بإبقاء كواك، وواضح إصرار من خلال المشهد الهلال اللي يتابعه، إصرار من المدرب على بقاء الروماني بنتلي، هذا تأكيد على أن في الرؤية غير واضحة. الأخطاء أو المطالبة بموضوع نيفيز وناصر الشمراني وتدهور مستواه، أنا غردت قبل أيام بالمطالبة بأن يكون للهلال موقف في جلب أخصائي نفسي يكون قريب من اللاعبين. وهذا على فكرة الموضوع ليس غريب أو شيء يعني يظهر لأول مرة، الأندية جميعا استأنست بهذا الجانب، بل الهلال قبل سنوات كان عنده طبيب أو دكتور في جامعة الإمامة، لا أتذكر اسمه، الدكتور الصيني، كان قريب من الهلال. ولذلك الهلال أحوج ما يكون الآن في ظل بعض اللاعبين وضغوطاتهم وسلوكياتهم التي ظهرت
أن يكون متواجد بالقرب من هذا الفريق أخصائي نفسي قريب من الجانب الرياضي. أنا أعتقد الهلال الآن يعيش دوامة كبيرة إدارية وتدريبية قد يقللها نتائج الفريق وقربه من مسابقة كأس ولي العهد أو المباراة النهائية، بمعنى أنه غدا سيواجه الطين وهذه فرصة أن يصل للنهائي، قد يكسب النهائي، وإذا كسب النهائي بلا شك الضغوط ستقل، ولو خسر أنا أعتقد الفريق سيتراجع كثيرا. عبد الله، والله حال الهلال يعني ينطبق عليه المثل القائل المصائب لا تأتي فرادى. أخيرا السالم كمان الآن انضم لقائمة المصابين ياسر القحطاني، بالفعل في ضغوط واضحة على مجلس إدارة نادي الهلال يعني، والمدرب جزء من هذه الضغوط، في أخطاء فنية خلال المباريات الأخيرة، خاصة المباراة الأخيرة كانت أمام الفيصلي. الجماهير الهلالية ما تعودت على الواقع الحالي ولا المركز الحالي لفريق الهلال ولا المستويات الحالية. أنا أرى الهلال أنه استهلك، لعبة الهلال استهلكوا من خلال دوري أبطال آسيا، من خلال المشاركتين مع المنتخب الوطني، وناهيك أنه المشاركتين جاءت بإخفاقات حتنعكس على أي لاعب كان داخل أرض الملعب، عدة أمور تراكمية يعاني منها الهلال، وهذا قدر الأندية الجماهيرية يعني، يا تكون نتائجك ممتازة زي ما النصر والأهلي أو زي الاتحاد والهلال حتواجه ضغوط الجماهير، لكن الإدارة الناجحة هي من تتصدى لهذه الضغوط وتعرف كيف تتفاعل معها وتتعامل معها وتأخذ الفريق للأمام. إنه الإدارة الهلالية تطالب المدرب إنه يشوف حل لاعبين، معناته أنا ألمس إنه إدارة نادي الهلال بتحاسب المدرب. هذا أمر بالنسبة لي جدا إيجابي، المدرب بيأخذ رواتب ويأخذ فلوس، يجب أن يحاسب على أخطائه وعلى تخبطاته الفنية. ريجي كامب عنده عدة أخطاء، مباريات مهمة نلقاه يلعب بمحورين وفي وقت ننتظر من الفريق إنه يهاجم. فإدارة الهلال إن خطط الخطوة نحو محاسبة المدرب ومحاسبة اللاعبين، تصحيح عدة أمور، معناته بتشتغل للأمام. طالما أنت بتشتغل للأمام إذن حتعود بمشيئة الله تعالى. ما تحسون أنه اللي يصير في الهلال صار قبل كده في الاتحاد وفي الأهلي بعد البطولة الآسيوية؟ لا، وصار حتى في النصر يعني فترة طويلة، و الأندية مثل ما ذكر عبد الله. لا، أنا أربطها فقط بمسألة بعد البطولة، خسائر البطولات يعني. لا يعني كل الأندية مرت بهذا خلينا نقول انخفاض والانحدار في المستوى والمعنويات بعد البطولة الآسيوية. ليش بعض إعلاميين الهلال والجماهير يتعاملون بهذا الضغط الكبير جدا على الإدارة؟ الضغط الآن لأن حتى الإعلام الهلالي أو الجماهير هناك انقسام، الانقسام بين فترة الكابتن سامي الجابر واللي كان فيها ضغوط جماهيرية وإعلامية برفض إقالة سامي الجابر، وفي ظل إصرار أعضاء الشرف على إقالته ومجيء المدرب الروماني ريجي، أصبح الهلال أو جمهوره وإعلامه ينتظر للأسف أي تراجع للفريق حتى يكشف خطأ أعضاء الشرف. أنا أعتقد هي النقطة الأساسية في هذا الجانب، بدليل الآن المطالبة بإقالة المدرب بل وعودة سامي الجابر. الهلال لن يعني يخرج من هالدوامة إلا بنتائج أو إحراز بطولة، وهذا قد يكون هو الحل. لكن أنا يعني أعتقد أن ريجي في ظل نتائجه وفي ظل الضغوطات اللي تواجهه بالفعل لن يبقى طويلا في الفريق الهلالي. طيب خلينا نشوف الخبر الثالث معنا في اخبار شوت. اداره النصر توافق رسميا على اعاره فتيني للخليج. فتيني كان من اللاعبين المميزين او خلينا نقول من الوجوه اللي كانوا فرحانين فيها النصراويين الموسم الماضي. خطوه ذكيه انا اعتقد من الاداره لسبب واحد، السبب هو ان اللاعب بتواجده في ظل هالكتيبه من اللاعبين البارزين في مركز المحور، ابراهيم غالب، عبد العزيز الجبرين، لاعبي خبرة، عوض خميس، شايع شراحيلي، فرصته قد لا تتوافر، وبالتالي إعارته لفريق الخليج أحد الفرق اللي بتلعب في أو تلعب في دوري عبد اللطيف جميل هي فرصة لإشراكه في المباريات. إذن الإدارة اتخذت هذا الموقف ليكون أيمن فتيني لاعب. عباس اليوم رجع للنصر في القائمة الرسمية؟ نعم، لا ليس في القائمة سجل الرسمية، تم إعادة التسجيل. نعم نعم، لكن أيمن فتيني الآن كلاعب مشروع، لاعب بالفعل عمره يمكن
21 سنة 20 سنة، وبالتالي الاستفادة منه مستقبلا أعتقد الفكرة من الإدارة ومن الجهاز التدريبي فيها ذكاء، لأن اللاعب حيشارك في مباريات الخليج وبالتالي يستفاد منه في خبرة وفي أداء ومتابعة وترقب لهاللاعب. كيف شايف موضوع عباس؟ أحمد عباس غيابه الفترة الطويلة يعني هي اللي ممكن تأثر فيه، لكن لاعب فيه مزايا أنا تعجبني في اللاعب، حماسي، روحه قتالية في الفريق، ويستطيع يلعب في أكثر من مركز في الوسط، يعني بالإمكان يلعب محور، بالإمكان يلعب خلف المهاجمين، وسط أيمن، لكن مشكلته هي الغياب أو التوقف اللي يمكن يأثر عليه. أنا أعتقد لو تجاوز هذه ممكن يكون من أحد اللاعبين اللي من ضمن قائمة الثمنتاعش. طبعا هو صرح للنصر أنه حيجدد، صرح لبرنامج كورة أنه حيجدد للنصر سنتين. أنا أعتقد أحمد عباس لا ينسى الوفاء اللي قدمته إدارة نادي النصر. إدارة نادي النصر في الفترة الماضية أثناء توقفه قررت استمرار رواتبه الشهرية، وهذا القرار كان في قمة الوفاء من الإدارة النصراوية أن تلتزم بهذا اللاعب وأسرته في أن يكون ضمن منظومة النصر حتى وهو يتلقى إيقافه. عموما أنا في اللاعبين دائما أقول اللي عندهم انكسارات ويحاولون العودة يلفتون انتباهنا في برنامج كورة، ودائما احنا نتذكر موضوع اللاعب الجمعان اللي كان توقف لفترة فيصل جمعان ورجع لعب مع هجر وقدم مستوى جيد. اليوم عندنا احنا لاعبين يعودان في النصر وفي الهلال، في أحمد عباس وفي خالد شراحيلي بالفعل بالمنشطات. راح نراقب أحمد عباس وخالد شراحيلي، وليش نراقبهم احنا في البرنامج؟ لأنه احنا نحب اللاعب اللي يتغلب على الصعوبات، يتغلب على التحديات، اللي يحاول أن يقف بعد الانكسارات. وراح نكون مبسوطين جدا لو شفنا خالد شراحيلي وأحمد عباس يقدموا مستويات جيدة، لأنه ممكن أي واحد في الدنيا يخطئ، لكن نبغى نشوف كيف الواحد يرجع صحيح للصواب بعد الخطأ، وهذا اللي احنا نشجعه. ما نبغى بس نركز على أخطاء اللاعبين أو تقصيرهم أو جهلهم ببعض المواد المحظورة فيما يخص المنشطات، بالعكس نبغى نركز حتى على العودة والتغلب على المصاعب والانكسارات. عبد الله، والله بالتأكيد مسألة التحدي للاعب مهمة جدا، وهي معيار لنجاح اللاعبين وتميزهم. اللاعب حيدخل تحدي مع الذات، سواء أحمد عباس أو شراحيلي، هم بالتأكيد لاعبين مميزين في أنديتهم بشكل كبير وشكل واضح، وخسرناهم خلال الفترة الماضية، وعارفين إحنا كل التفاصيل السابقة اللي عشناها بكل حزن وبكل ألم. عودة هذين اللاعبين هم مضافة الصراحة، كلهم مستوياتهم معروفة، مستوياتهم الفنية. هو بالفعل أنت أصبت كبد الحقيقة من خلال قولك مرحلة تحدي، والآن يعيش مرحلة تحدي بعد غياب سنتين وانقطاع سنتين عن الملاعب، يحتاج أنه يقدم أكثر بحيث أنه يعود لمكانه الطبيعي كنجم متمكن. وكان الحقيقة لاعب مبدع وشراحيلي حارس متمكن. نتمنى لهم التوفيق، وبالفعل هم في مرحلة تحدي من الذات، إن شاء الله يثبتوا جدارتهم ويتفوقوا عليها. طيب حنروح للفاصل، بعد الفاصل نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا فم في المملكة العربية السعودية محمد الغامدي عبد الله فلاته، هم ضيفا حلقة الليلة. نشوف تقرير عن مباراة الهلال والحطين غدا. ضمن دور الثمانية من بطولة كأس ولي العهد، يستضيف الهلال نظيره فريق حطين على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض. صاحب الضيافة يدخل اللقاء بعد تعثره بالتعادل في آخر لقاءاته أمام الفيصلي في منافسات الدوري، ويأمل عشاق الزعيم أن يحقق الفريق انتصاراً يعيدهم للواجهة مرة أخرى، خصوصاً مع عودة اللاعبين الدوليين لمشاركة الفريق.
الهلال وصل لمباراة الغد بعد فوزه على الاتحاد في مباراة امتدت لأشواطها الإضافية، بينما لن يشكل حطين عائقا كبيرا أمام الكتيبة الزرقاء، خصوصا مع احتلاله المراتب المتأخرة في دور الدرجة الأولى، وهو الذي وصل لهذا اللقاء بعد تغلبه على النهضة بركلات الترجيح. فهل يحدث أبناء جيزان مفاجأة من العيار الثقيل، أم يكون لقمة سائغة في فم الزعيم؟ محمد، الهلال وحطين يعني الفارق كبير وشاسع بين الهلال وحطين بلا شك، يعني مهما ذكرنا. لكن أنا اليوم تابعت تصريح الرئيس حطين، استغربته يعني حقيقة، يرى أنه يعني فوز فريقه بنسبة 80% الفريق الهلالي. هل هي حرب تصريحات؟ هل هو استهانة بالفريق الهلالي إلى هذا الحد؟ يعني أنا ما احترامي وتقديري لفريق حطين ولاعبي وإدارته، إلا أن الهلال حتى ولو غاب نصف الفريق يبقى فريق قادر على أن يعني يثخن شباك فريق حطين حقيقة. حطين الآن بمستواه، هو في المراكز الأخيرة في دوري الدرجة الأولى، أيضا مباراة تقام في الرياض، الهلال لديه لاعبين متميزين في كافة المراكز، لكن هي قد تكون يعني نوع من أنواع التصريحات الاستفزازية، أو نوع من رفع الروح المعنوية للفريق الفريق حطين. لكن المباراة أنا أعتقد أنها يعني معروفة نتيجتها سلفا. لكن أنا ودي أعرج على شيء تركي، اللي هو موضوع مباريات الدرجة الأولى وتداخلها مع مسابقة كأس ولي العهد أو مسابقة الكؤوس، كأس الملك أو كأس ولي العهد، دائما المتضرر فيها فرق الدرجة الأولى بسبب أنه يحرص على ألا يضع ثقله في تلك المباريات، لأنه لن يبتعد كثيرا في البطولة، وبالتالي هو يحرص على أن يعني يضع أسلحته بأكملها للمباريات الدرجة الأولى، لإما البقاء أو الصعود لدوري عبد اللطيف الجميل. لذلك تواجد المباريات متداخلة في وسط الأسبوع ونهاية الأسبوع مع مباريات الدوري الدرجة الأولى، أنا أعتقد أنها يعني تقلل من أن يظهر لنا فريق من الدرجة الأولى في المباراة النهائية، ولذلك من الصعوبة بمكان أن يخرج أو يظهر لنا فريق من تلك الفرق إلى المصاف المباراة النهائية في رؤيتي في ظل هالتداخل. لكن كمباراة أنا أعتقد أن نتيجتها قد تكون كبيرة، وحتى لو الهلال يعني خسر بعض لاعبيه بالإصابة أو عدم المشاركة، يبقى الهلال فريق كبير ومن الفرق التي مؤهلة أن تحرز البطولة أو البطولات القادمة. عبد الله، الهلال وحطين؟ بالتأكيد الفارق الفنية واضحة وكبيرة لمصلحة الهلال، هو أقرب لتحقيق الفوز بنسبة كبيرة. يعني تصريح رئيس نادي حطين يمكن بيكسر الفارق من خلال تصريح رفع معنويات وإلى آخره، ما هو تصريح يمر مرور الكرام. يعني مع كامل احترامي وتقدير فريق حطين، إلا كان قبل موسمين يعني أفضل من الفترة الحالية اللي يعيشها حاليا، يعني المباراة شبه محسومة، لكن تظل كرة قدم وعالم مستديرة، لا يعني ما تعرف ايش ممكن يحصل مع قرب الهلال لتحقيق الفوز والتأهل لدور النصف النهائي. طيب يعني ما في أي نسبة لحدوث أي مفاجأة غدا؟ لا، في مستحيل نقول في كرة القدم ما في مفاجأة. لا، على الورق نسبة ضئيلة أقل من 10%. طالما 11 لاعب أمام 11 لاعب في أرض الملعب، نقدر نقول كل شيء متاح، لكن ما نقدر نقفل جوانب الفوارق الفنية الشاسعة بين الفريقين والخبرة والتمرس الميداني وإلى آخره. حتى لو يعني فريق حطين فاجأ الهلال بهدف، الهلال قادر على الاستدراك، لازم أن الهلال كمان يلعب على أرضه وسط جماهيره، هذه كمان تفرق يعني إضافة مختلفة كثير. محمد، يعني محسومة بشكل كبير بلا شك، لكن إذا وصلت لضربات الترجيح هنا يمكن الوضع يختلف، أنك تعطي 50-50 بحكم ضربات الترجيح دائما فيها. لكن أنا أعتقد الهلال يعني سينهي المباراة في الوقت الأصلي بلا جدال. طيب خلينا نشوف تقرير عن قرار الرئيس العام لرعاية الشباب بالعفو عن جميع الرياضيين.
تتواصل الأفراح في الأوساط الرياضية لليوم الثاني على التوالي، فبعد الدعم السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله للأندية الرياضية بمبلغ قارب 5 ملايين ريال، أبى الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبد الله بن مساعد إلا أن يكمل الأفراح بإصدار قرار عفو شامل عن جميع الرياضيين الموقوفين الذين تنطبق عليهم اللوائح والأنظمة المحلية للرئاسة العامة لرعاية الشباب واللجنة الأولمبية العربية السعودية. وبالنظر لمن شملهم قرار العفو يبرز اسم رئيس نادي الشعلة فهد طفيل ونائب رئيس نادي الهلال محمد الحميداني ونائب رئيس نادي الخليج نزيه النصر وعضو مجلس إدارة نادي النصر فهد طخيم. أما اللاعبون المستفيدون فهم نايف هزازي لاعب نادي الشباب وفواز القرني لاعب نادي الاتحاد اللذان تم إيقافهم بقرارات انضباطية. أما من شملهم القرار بسبب نيلهم بطاقات ملونة فهم حسن الراهب لاعب نادي النصر وسعود كاريري لاعب الهلال وأربعة لاعبين من نادي الشباب هم عبد الملك الخيبري وعبد الله الشهيل والمنضمان حديثا موسى الشمري لاعب العروبة سابقا وعبد الرحمن الخيبري لاعب الشعلة السابق. ويتضح من خلال هذه الأسماء أن نادي الشباب هو أكثر الأندية استفادة من قرار العفو، وذلك بخمسة لاعبين في الفريق الأول الذي يحتل المركز الثالث على سلم ترتيب فرق دوري عبد اللطيف. جميل. ايش اللي المفروض يسويه اليوم المستفيدين من هذا العمل؟ طبعا انتم ذكرتوا اللي اصحاب البطاقات الصفراء الثلاث، لكن انا ارضى اذكر البطاقات الصفراوين الثنتين، بمعنى انه اي لاعب من اللاعبين ممكن يتاهل فريقه الى نهائي كاس ولي العهد او الى مباريات حاسمه في الدوري، وبالتالي اصحاب الكروت كرتين او كرت بلا شك لهم استفاده كبرى انهم يشاركوا في المباريات القادمة وسجلهم خالي من اللاعبين. بلا شك مطلوب منهم الآن يعني أن يكونوا أكثر هدوءا في الملعب، لأنه يعني نسبة ما أقدر أرصدها، لكن في نسبة من البطاقات نالها اللاعبين بطريقة يعني غريبة أو ما لها داعي. فبلا شك اللاعبين في هالمرحلة مطالبين بأن يكونوا أكثر هدوء. عبد الله، والله بالتأكيد القرار إيجابي، ويعني لابد إنه اللاعبين المجموعة الكبيرة اللي استفادوا منها، بالذات حقيقة النادي الشباب ما شاء الله أكثر الأندية مستفيد السنة دي. الشباب ترى يعني الحظ ماشي معاه بشكل كبير، ممكن هيحقق حاجة يعني في خلال بطولة الدوري أو كاس الملك. عودة اللاعبين نايف هزازي هداف الفريق، شفنا غيابه كيف أثر على فريق الشباب. نطالب اللاعبين، اتفق مع الزميل محمد، انهم يستفيدوا من القرارات من التسامح اللي حصل مع اللاعبين على الوضع السار في الفتره السابقه، وان شاء الله انه القرار في مجمله هو بيصب لمصلحه الرياضه عموما. طيب حنروح الفاصل، بعد الفاصل نعود. بعد فراغه من المهمة الآسيوية، فهد المرداسي لكورة: اسألوا لجنة الحكام لماذا لم يستقبلونني. فهد المرداسي، أولا الحمد لله على السلامة، شرفت الرياضة السعودية في محفل كبير زي آسيا، هذه أول بطولة كبيرة لك. الآن وصلت للوطن، كيف شعورك وانت مثلت الوطن في بطولة كبيرة، وخصوصا أنها أول لك ونجاح جميل جدا كالعادة؟ الله يعطيك العافية، أول شيء الله يسلمك، وأشكر برنامج كورة، وهذا شيء مو غريب عليكم استقبال الرياضيين بشكل عام. طبعا الحمد لله احنا أدينا اللي علينا، وإن شاء الله أننا بيضنا الوجه إن شاء الله. وتعرف الكرة السعودية دائما ما ترضى في آسيا إلا بالذهب، يمكن المرة هذه افتقدنا للمنتخب، لكن إن شاء الله الحكام عوضوا، إن شاء الله المرات الجاية
لعبتنا والمنتخب السعودي إن شاء الله يظفر بالذهب، وإذا ما حالفهم الحظ طبعا إن شاء الله يحالفهم، إذا ما حالفهم الحظ فأتأكدوا أن الحكام إن شاء الله لهم نصيب إن شاء الله. بيني وبينك الصدق بصراحة، إحنا جينا القنوات والإعلام تستاهل كل خير نستقبلك، لجنة الحكام ما في أحد من لجنة الحكام استقبلك، الصدق هذا اللي شفته أنا، بس زملاء مجهود شخصي. أنا بقول لك حاجة وهذه حطها في بالك وتأكد أنها مش إجابة دبلوماسية ولا حاجة، لا أنا يكفيني حضور أخوي الحكم الدولي السابق ممدوح مرداسي، يكفيني حضور يعني بدون حتى ما أبغى أنسى واحد، سامي، فهد، وخالد، وعبد الرحمن طبعا، وزوجتي الغالية طبعا، هذول يكفيني حضورهم، الباقي زي ما تقول ما ندري عنهم، ممكن عندهم ممكن، لكن انا عندهم هم. شف انا امين بدبلوماسيه فهد، انت تستاهل، انت شف مثلت الوطن وانجاز جميل للوطن. لجنه الحكام وين هي؟ اكيد انت تدري هم مرجعيتك الرسميه مين. ممكن تسال السؤال هذا لجنه الحكام وتسالهم تقول وينكم عن الحضور او استقبال فهد المرداسي؟ انا لي عتب شديد صراحه، انا كاعلامي سعودي انا لي عتب شديد جدا، انا ما اقدر اتكلم عن احد هو مش موجود، لكن الإجابة تلقاها عنده، صح ولا لا؟ أنا جاي من سفر الآن من أستراليا إلى دبي 13 ساعة، وبعدين كملني هنا نفس الشيء ساعتين، ممكن أنت تسألهم تقول وينكم عن فهد المرداسي يعني. أخيراً بصراحة أنا ما أشوفك المنافسات بطولة الدوري جميل كثير يا فهد، في حكام أنا مشاهدتي الشخصية في حكام أشوفهم أكثر، أنت الحين مثلت الوطن من أبرز الحكام، بس ما أشوفك في مباريات كثيرة هنا. تعرف يمكن تواجدي خارج السعودية كثير يعني، الدور الأول حكمت 4 مباريات بس، يمكن 4 جولات كنت برا، برضو السؤال هذا ممكن يتوجه لجنة الحكام. أنا ما بطول عليك، كل التوفيق لك وشرفتونا بظلوجي. شكرا، ما قصرتوا، شكرا لحضوركم، شكرا حبيبي. طيب الحمد لله على سلامة الكابتن المرداسي. عبد الله ايش تقرأ في حديث الرجل؟ والله هو واضح انه الرجل متحفظ، وواضح انه متأثر حقيقة، ولجنة الحكام يعني هي بتعاني الأمرين من الإخفاقات في الفترة الماضية. الحكم حقق نجاح خلال تحكيمه في البطولة الآسيوية، كان يفترض لجنة الحكام بالتأكيد تكون متواجدة في استقبال الحكم. انت مهم جدا لك انه الحكم هذا تستثمره ايجابيا بعد ما شرفك في خلال تحكيمه في المباريات، غيابه يترك اكثر من علامه استفهام، هل هو تخبط ام هو تعمد ام هو ماذا؟ حقيقه ما نداري وما ماني قادر افسر الحاله، بس الرجل كان يستحق الاستقبال اللائق نظير ما قدمه. اسئله ملغمه يعني بصراحه طرحها الزميل محمد، تورط الرجال بالحلال، هو لازم يورط، لازم يورط لان اسئلته كانت جيده. لا ما هي اسئله جيده مو ملغمه، بس تروح تحط الرجال. اول سؤال عن عدم استقبال الحكام، سؤال منطقي، وهذا سؤال ملغم بلا شك وهو منطقي بالذات، منطقي. السؤال الثاني تركي عن الحكام، بالفعل فهد المرداسي من واقع احصائيه هذا الموسم لم يحكم اكثر من 4 إلى 5 مباريات، فكيف انت حتبني حكم أو مشروع حكم أو حكم متميز للقارة الآسيوية دون أن يكون له الأكثرية في المباريات الدوري المحلي؟ أنا أعتقد أنه أي حكم يدير مباريات خارجية يفترض أن يكون أكثر حكم يدير مباريات الفترة المحلية. بلا شك أن فهد المرداسي في بطولة آسيا قدم نفسه بصورة إيجابية وكان بالفعل يعني صورة مشرفة للحكم السعودي، لكن أتمنى من فهد أيضا أن يكون بتلك الصورة أيضا في بعض المباريات، لأنه بعض المباريات من بعد يعني مباراة السوبر والرجل ما عاد حكم بعد 3 مباريات. صحيح، بس واجه هجوم يعني من خلينا نقول من الإعلام النصراوي. الإعلام النصراوي أو حتى الإعلام الغير نصراوي، هل فهد المرداسي كان في تلك المباراة يعني جيد؟ لا، مع احترامي وتقديري لفهد في تلك المباراة يعني أخفق إخفاق كبير، ولن أطيل على هذا الموضوع لأنه أخذ وضعه الكبير، لكن في كأس السوبر فهد المرداسي لم يكن، بل كان متحاملا عن النصر في هذه المباراة. أما المباريات التي شاهدتها في كأس آسيا فبالفعل كان حكم مغايرا عما شاهدته في كأس السوبر،
بل أستطيع أن أؤكد أنه هو بالفعل مفخرة في التحكيم السعودي، وكان من أبرز الحكام، بل كان قريب أن يدير المباراة النهائية أو مباراة الثالث والرابع. عبد الله، الحكم السعودي، الحكم السعودي الأسئلة هي فعلا الحكم السعودي اليوم لا يجد اهتمام؟ الاهتمام غير كافي. نحن يمكن تحدثنا في فترات سابقة الحكام وحقوقهم المفقودة وإلى آخره، هذه عدة أمور تراكمية، لكن لجنة الحكام يفترض هي من تمنح الحكام الاهتمام، تقوم بدورها. يعني حكم، هل هو بالفعل حكم فهد المرداسي غير مرضي عنه بغيابه من تحكيم مباريات الدوري بشكل لافت، بغيابهم من خلال استقباله رغم نجاحه في البطولة الآسيوية؟ يعني عدة أمور غريبة. يعني افترض لجنة الحكام هي تغطي بعض النقص اللي نحن نتكلم عنه عن حقوق الحكام والاهتمام بهم، وهي تحاول دائما تدافع عنهم حتى على أخطائهم. نحن ما عندنا مشكلة، الحكم طبيعي أنه يخطأ، زي ما يقول جوزيف بلاتر، أخطاء الحكام جزء من متعة كرة القدم، إلا أنه بعض أخطائهم تكون الصراحة شاطحة وبتروح منحى آخر كبير. بس لجنة الحكام مناط بدعم الحكام. أعتقد حكم بعد النجاح الكبير اللي حققه، أقل حاجة ممكن كان يجدها أنه يجد رئيس لجنة الحكام أمامه في الاستقبال، رئيس لجنة الحكام مو أقل من كده. طيب خلينا نشوف اليوم في المقابل، كان حضر لاعب النصر المحترف وكان في تواجد جماهيري، محمد الشهراني كان متواجد هنا. محمد، يعني كان من يومين الجماهير النصراوية مو عاجبها التعاقدات، أو خلينا نقول معظمهم ما كان عاجبهم التعاقدات، الحين طالعين في الملعب وفي المطار يستقبلون اللاعب. لا، هذا جانب غير يعني غير معهود مثلا أنه جمهور النصر يكون بعيد عن الاستقبالات هذه. أنا أعتقد أن هذه أصبحت من الأمور اللي كان جمهور النصر دائما يعني يظهر فيها في الدفعة المعنوية لكل لاعب قادم، بغض النظر عن ما يتوقع أن يقدم. وأنا أعتقد أن هذا من الأمور الإيجابية اللي تسجل لجمهور النصر، أن يدعم اللاعب في البداية ليقدم نفسه بصورة إيجابية. بالفعل كان بعض الجماهير يرى أن مثل هذه الصفقات غير مجدية، وأنا أختلف معهم اختلاف كبير، سواء لاعب نجم كبير يبرز بصورة إيجابية أو لاعب ليس بذلك المعروف وبالتالي يتم انتقاده بصورة كبيرة قبل أن يبدأ في المشاركة. أعتقد الملعب هو الفيصل في هذا، لأنه كثير من اللاعبين البارزين والأسماء المعروفة
لم تقدم نفسها بصورة إيجابية في الملعب، وبالتالي تمت مغادرتها سواء في النصر أو غيره. والعكس تماما، في لاعبين لم يظهروا أو لم تكن أسماءهم بتلك القوة ومع ذلك برزوا بصورة مختلفة. إذن لابد من أي جمهور سواء النصر أو غيره أن ينتظر لاعبي فريقه في الملعب ويعطي الفرصة لفترة معينة ثم تظهر بصمات هذا اللاعب، أو أنه يتم تسريحه، خاصة إذا عرفنا تركي أن التعاقد مع هذين اللاعبين كانت، أنا أعتقد أنها فكرة ذكية بأن يكون رأسي حربة أو رأس حربة 9 و9.5، بحكم النصر في المنافسات القادمة الآسيوية بحاجة إلى مهاجمين في ظل تواجد فقط أنا أعتقد حسن الراهب ومحمد السهلاوي، غياب أي لاعب ممكن يؤثر على الفريق، ولذلك مهاجمين أرى أنها فكرة سديدة من الإدارة ومن الجهاز التدريبي بقيادة دي سيلفا. عبد الله، استقبال اللاعب النصراوي. أول شيء بالنسبة لاستقبال اللاعب النصراوي، أنا هذا الزخم الجماهيري الكبير اللي نشوفه والاستقبال الرائع من الجماهير أتمنى أن يستثمر بشكل إيجابي. ما تيجي الأمور الجماهير يستقبل واحتفالات وإلى آخره، هذه الجماهير يحتاج إدارات الأندية وهي تعاني ماليا وتعاني وإلى آخره، تستثمر الجانب الجماهيري بدرجة أكبر من عقود الرعاية. أتمنى جماهير عاشقة، جماهير محبة، استقبالات غير عادية، بنشوف نجوم كبار ونجوم عالميين بيتفاجأوا بطريقة الاستقبال. بالنسبة للاعب، أنا أرى في النصر خبرة في دول أمريكا الجنوبية بتحصل باستمرار، يعني إحنا بغض النظر البرازيل والأرجنتين، الأورغواي، الإكوادور إلى آخره، حقيقة بالنسبة لنادي النصر عنده صفقات دائما مميزة سواء على صعيد المدربين أو على اللاعبين. أنا متفائل بذا اللاعب أنه يكون إضافة فنية لنادي النصر. أتمنى الجماهير النصراوية تنتظر، مو شرط أنه يكون اسم كبير، نشوفه على أرض الميدان ومشيئة الله أنه يكون لاعب ناجح. حقيقة إدارة النصر لها خبرة في هذه النوعية من الصفقات سواء مدربين أو لاعبين، والشواهد كثيرة ومتعددة. طيب خلينا نشوف تقرير عن أبرز التغييرات التي حدثت في الفترة الشتوية حتى الآن. بعد انتهاء الدوري الأول من منافسات دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين، وبعد أن عرفت الفرق مكامن الضعف والخلل، ها هي تستغل فترة الانتقالات الشتوية لترميم ما يمكن ترميمه. ففي المتصدر النصر، الإدارة تنجح في التعاقد مع الأورغواياني فابيان والإكوادوري ويلا لدعم خط المقدمة والاستغناء عن هيرناني وماركينيوس. في الأهلي يحضر أوزبالدو ويعود المدفعجي سيزر لتعزيز منطقة صناعة اللعب وخط الهجوم. أما الشباب فاقتنص الهداف موسى الشمري وحصل على خدمات الغاني أنطوي هداف الدوري المصري والاتفاق مع المدافع عبد الرحمن الخيبري. نبقى في العاصمة ونحضر للهلال ونجد أنه اتفق حتى اللحظة مع فيصل درويش لاعب الرائد ومدافع الفيصل محمد جحفلي، وترقب للإعلان عن التعاقد مع لاعب أجنبي قد يكون مهاجما. في الاتحاد حضر مارتن وزوكالا وسيف سلمان والجزاوي وسعيد المولد. الفيصلي نجح في خطف لاعبي الطائي عبد الإله العامر وفهد الصقري. وهجر يحضر الكرواتي داريو جيرتيك والذي سبق وأن مثل الفيصلي. التعاون يستعير سلطان السوادي من الأهلي، والفتح عزز منطقة الدفاع بالاتفاق مع المدافع البحريني حسين بابا والظهير عبد المطلب الطريدي. أما الخليج فنجح في استعارة لاعب النصر أيمن فتيني. العروبة اتفق مع الغاني أوساي، والرائد استعار لاعبا الاتحاد معن الخضري ومحمد العمري. عبد الله، من شايف اكثر الفرق تحرك او تحرك تحرك جيد في الفتره حتى الان؟ والله هو في تحركات ايجابيه، لكن انا عندي تحفظ على بعض الاشياء. يعني الاهلي مصطفى الكبير، انا يعني مستغرب الصراحه جروس كيف يوافق ويفرط في لاعب مصطفى الكبير، اكثر لاعب ينفذ تكتيك المدرب في ارض الملعب،
بالضغط على الخصم في نصف ملعبه، كور بيقطعها الكبير بتحول الى اهداف. ناهيك انه بيعمل يعني راحه كبيره للسومة، بياخذ عنه الحمل بارض الملعب. ما كنت اتمنى الصراحه انه الاهلي المدرب يتنازل عن قناعاته ويستغني عن مصطفى الكبير. نادي الاتحاد اتحرك الصراحه تحرك كبير في تعاقداته، لكن نادي الاتحاد يجب وضروره ملحه انه يتعاقد مع راس حربه. الاتحاد يعاني الامرين في اللاعب الهداف، مو معقول كل هذه الامور تتم اذا كان ماركينو بمستوياته فرض نفسه على المدرب ويسجل المدرب تغيير قناعاته حقيقه عشان نكون منصفين مع بوتوركا في ذا الجانب. لكن الاتحاد يحتاج راس حربه، مو معقول اداره نادي الاتحاد تترك سواء استغنت عن سام مارتن او سيف سلام. الاتحاد يحتاج راس حربه، مو معقول نادي الاتحاد عارف احتياجه وما يحققه. قلبيه الانديه الصراحه تحركت، كان في تدوير للاعبين زي ما تكلمنا بالنسبه للاعب تاني انه ما كان بيلعب في النصر يروح يلعب، هذا امر كويس. يمكن مع الخضري في الاتحاد ما كان يلعب والان راح يلعب في نادي اخر هو العمري، هذه ايجابيه تسجل للانديه عمليه التدوير هذه وتحقق الفكره المنظومه الاحترافيه اللي احنا ننشدها. في مجمل التغييرات تغييرات كبيره، بس نتمنى انه انديتنا تكون اختياراتها من بدايه الموسم يعني سليمة علشان ما تحتاج تغير في الفترات الشتوية وتدفع شروط جزائية وتتكبد خسائر مالية. محمد، التغيرات اللي صارت في الفرق إيجابية لجميع الفرق خاصة الفرق الكبار، يعني ولو ملاحظات عبد الله بالفعل منطقية. مصطفى الكبير لاعب يشارك 11 مباراة من أصل 13 ومع ذلك يكون خارج القائمة، بس ما تعرف من اللي جاي انت الحين. لكن المضمون أنا أمامي مصطفى الكبير يقدم نفسه بصورة إيجابية، لكن واضح برضو الضغوط الجماهيرية. يعني بالفعل كان الضغط الجماهيري على مصطفى الكبير كبير، يعني لاعب قدم نفسه بصورة إيجابية، لكن بالفعل البديل قد يكون أفضل. لكن لو كان أقل عطاء من مصطفى الكبير بلا شك أن هذا أمر يعني يحسب إما على الإدارة أو على المدرب أن يفرط في قناعاته. الاتحاد برضو كلام عبد الله صحيح في رأس الحربة، يعني تخيل مدرب الفريق يطالب بمهاجمين ولا يقدم أي أو ولا يستقطب أي مهاجم. النصر أنا يعني أرى أن تعاقداته كانت صحيحة. الهلال مشكلته فقط في موضوع من يخرج من القائمة. الجميع الفرق كان لها بالفعل يعني استفادة جيدة من اللاعبين، لكن بالفعل الميدان سيكون هو الحكم في المباريات، لأنه بعض اللاعبين قد لا يظهر بالصورة الإيجابية برغم اسمه وقوته. يعني برونو سيزار مثلا أنا شاهدته في لقطة يعني يحتاج إلى برنامج لياقي كبير في هذا الجانب. أوزفالدو لا أعرف مستواه حقيقة رغم يعني المديح اللي جاءه كلاعب شارك، لكنه بلا شك الإدارة الأهلاوية تعرف أنها اختارت لاعب بارز. أنا أعتقد جميع الفرق يعني نجحت في الفترة الثانية أفضل من الفترة الثانية في الموسم المنصرم. الموسم المنصرم بالعكس كانت الاختيارات قليلة ولم تكن ناجحة بالصورة اللي أراها أنا هذا الموسم. طيب هنروح الفاصل ونعود مع الجزء الأخير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة، نشوف بين قوسين. لفقرة بين قوسين في هذه الحلقة اخترنا لكم مقالة الكاتب محمد الماس من صحيفة النادي بعنوان نتفائل، والتي جاء فيها أوامر خير وتغيير وحراك وخطوات نحو الأمام بإذن الله. نملك الإمكانات والطموح والكوادر والدافع، سلاحنا إيمان بالله ومبادئ وحب وطن، نعمل ونصيب ونخطئ ونصحح ونتقدم. اللهم وفق خادم الحرمين لما تحبه وترضاه ومن عاونه على الخير، ندعو بالتوفيق ونتفاءل بالخير ونحمد الله على نعمه. ويضيف الكاتب الرياضة السعودية في أسوأ مرحلة منذ انطلاقتها في الثمانينيات
على مستوى الرؤية والتخطيط والدعم والتنفيذ، والنتائج محصلة ما تقدم، فما هو القادم؟ الحل في مشروع وطني لخلق واقع جديد وضخ الكوادر والأموال. الرياضة أصبحت لغة الشعوب، والنتائج مؤشر، والدعم دليل اهتمام بشباب هم وقود الحاضر وعنوان المستقبل. ويختتم الكاتب مقالته بقوله: الرياضة ليست السبيل الوحيد لإشغال شاب أو شعب، الأدب والثقافة ومختلف الفنون والهوايات في كل المجالات الاجتماعية والدينية والسياسية والأدبية والسياحية، وخلق الفرص الوظيفية والمرافق للاحتواء والتوجيه، وتكون النتيجة حتمية بعد تأمين ورفع مستوى الأساسيات من تعليم وصحة ونقل وبنية تحتية، مع نعمة نحمد الله عليها وهي الأمن، وشرف لا ينافسنا عليه أحد وهو خدمة البيتين، ونتفائل. طيب، وصلنا للختام. عبد الله شكرا جزيلا لك، نشوفك في حلقة قادمة إن شاء الله. أشكرك، وحقيقة أنا بعبر عن يعني إعجابي بالمقال الجميل للكاتب الراقي محمد الماس، وصل رسائله والمقال بعمق، مقال جميل بكل ما تعنيه الكلمة حقيقة. ومشهد الجماهير، أقول للأندية رسالة: استثمروا الجماهير ماديا ومعنويا، وليست عقود رعاية وليست مجرد متاجر، لكن استثمروا الجماهير وحيكون وضع الأندية ماديا أفضل بكثير من الوضع الحالي. شكرا لك عبد الله، أشكرك وسعيد بالتواجد معكم ومع الزميل العزيز محمد الغامدي. شكرا جزيلا محمد. شكرا جزيلا. شكرا تركي. شكرا. بعدنا غدا 11:30 في أمريكا.